خلصنا عند ام عبد الله، عايزين نروح فين بقى؟ عند وليد ابن ابو وليد اللي كان بيقف في سوق الخميس المطريه، لقيته فاتح. برضو هصوره لكم كده نبذه بسيطه سريعا عشان الحق اروح مشواري. الاربطه دي بتاع الكاوتشات، الاربطه دي بكام بقى؟ الواحد بجنيه. ودي ايه ده بقى؟ الفرنشات اللي عندك يعني انت السليمه اللي حاططها لنا على العربيه دي؟ اه، وعندي بنطلون اطفالي كمان. بنشرة اطفالي جاية لك. شوفوا الكوكتيل اللي وليد جايبه النهاردة، جاية لك انا وجاي عاملينه بجيوب كمان. طب صدق فكان في حد بيسأل على بنشرة الاطفال دي. بصوا يا بنات، فرنشة اهي بس صغيرة. الحاجات دي بتاعت الستاي. في بواقي قماشة اهو عنده. ما جبتش ليه القماش اللي احنا شفناه في الخميس؟ جبت كام شكل كده بس بسيط. ورينا البناطيل يا احمد. حلوه جميله. ده لكره ولا مش لكره؟ لجن. اه يا دوب تركب له استك بص هو بيمطوا ازاي. فرحان بالمط. انت والعينات يا حضرات. لا وايه، وعاملين لها جبين يا جدعان. جبين والله. ادي جيب بكام بقى القمره ده؟ بكام؟ الاثنين بخمسه. الاثنين بخمسه؟ اه. اللي مولده بورس صغير تيجي تاخد منه. اثنين بخمسه. اثنين بخمسه ومواليد. حبايب بس اثنين بخمسه. لا واحلى حاجه انا عامله له جيب، يعني الراجل هيمشي. اه مع ان هو هياخد. ايوه انا كنت عايز اقول كده. مع انه هو هياخد يعني. لا وايه؟ اثنين بخمسه وحط له التيكت. ايوه سير يا حضرتك. مقاسات امال ايه؟ ما شاء الله. امال الطفل ينزل كده وخلاص وبس. طب ايه ده؟ يعني انتوا عاملين له مواليد بس؟ يلا يا بخت المواليد بقى. والاثنين بخمسه جنيه. يا بلاش الاشراط دي، احنا قلنا عليها قبل كده بخمسة جنيه، وقال 3 بـ10 مرة، وهنا قال عليه عنده بالحتة. بالحتة حضرتك. نيجي بقى القماش اللي هو أطول شوية. بالحتة وبالكيلو. تعالى بص وليد أهو. أه يا باشا، القماش ده فين؟ سايب القماش الحلو كله هناك في المطرية ومش جايب النهاردة حاجة هدلة ليه؟ طب دي أطول أهي. دي أطول. أه دي أطول. دي حلوه. دي مش عامل زي الشمواه. جميله قوي شكلها حلو. في حتت بقى جلد مقلوب بواقي، تعمل كوشنات، تعمل شلته على حسب. برضو دي جلد مقلوب خامتها تحفه تحفه. بصوا دي اطول برضو، والزيت دي اطول. المتر بكام يا وليد من هنا؟ ب 15 بعناها. 15 جنيه. بصوا الكشمير دي، كشمير دي حلوه قوي برضه. دي اطول قوي اهي، يعني يعتبر طوبه اهي كشمير دي، لو حد عايز ينجد. حلوه كده بقى البواقي. اه. والستاير برضه بواقي. كله بواقي. الستاير البواقي بكام؟ الحته بخمسه. الحته بخمسه. موديله للتسريحه للشيفونيه كل حاجه. حته بخمسه. اعمل الفازه للطفايه. فازه الطفايه؟ اه والله. عنها ما تحط لها تحتها مفرش. ليه يعني؟ اعمل لها مفرش ليه؟ حلوه دي قوي. حته بخمسه جنيه. بصوا دي كبيره اهي مش صغيره. بخمسه جنيه. هي الوصله اللي فيها دي بس مش باين ابيض في ابيض بس اهو على قد ما اقدر بقى ابينه لكم. خمسه جنيه اهي. جميله قوي. برده دي حلوه قوي قوي. تعمل مناديل بخمسه جنيه. اختها اهي اعرض منها شويه. دي جميله قوي. عارفه لو اطول تنفع كنار ملاي يبقى جميل. كل الكومه دي الحته بخمسه جنيه. طلعي منها بقى المفرش اللي انتي عاوزاه. بصوا دي جميله قوي. في منها كذا حته على فكره. دي في منها كذا حته. بصوا انه كله ابيض في ابيض فمش شايفين حاجه يعني. تلاقي حته كشمير كده طلعت في النص مختلفه اهي. برده دي كبيره شويه تنفع مفرش. بصوا الجبيره بتاعت الحته دي عامله ازاي. ممكن تستفادي بالجبيره دي، تحطيها في النص ومن هنا حته قماشه ومن هنا حته قماشه وتطلع مفرش. اقعدي يا دعاء خيطي. بصوا دي حته كبيره اهي، والحته اللي تحت اصغر. والحته بخمسه جنيه. واحنا فين؟ عند وليد. هتيجي ازاي السوق القمر ده؟ احنا في سوق التلات. تركبي مترو تنزلي ام المصريين، تسالي على بنك نصر الاجتماعي، بعديه شارع على طول على اوله مسجد التوحيد. تاني تقاطع شمال ده هتخشي فيه تلاقي الساحه اللي انا بدور فيها دي، واولهم ابو جينا اللي قاعد مبتسم للحياه على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.